ورقه من شويه، هقرا لك الصفحات، بعض الصفحات اللي كتبت. وخليني اقول لك الاهلي اليوم، دي صفحه اهلاويه كبيره جدا. كتبت ام الراحل محمد عبد الوهاب: هيتم تكريمها الليله على شاشه الاهلي في ضيافه الكابتن شادي محمد بمناسبه عيد الام، واحنا بنقول لها باسم كل جماهير النادي الاهلي كل سنه وانتي طيبه. هم طيبين يا رب. صفحه مساء الانوار: كل عام وانتي في قلب وعقل كل اهلاوي. اهلي ميديا: في مناسبه عيد الام ما ننساش ست وام عظيمه والده الراحل الخلوق محمد عبد الوهاب، هيتم تكريمها الليله في برنامج كره والجماهير باسم جمهور الاهلي صغير وكبير، كل سنه وانت طيبه. هم طيبين وبشكرهم جدا. الاهلي صفحه الاهلي فانز: جمهور الاهلي عمره ما نساك، الله يرحمك يا اغلى الشباب في الجنه يا عبد الوهاب. بشكرهم جدا. دي مجموعه من الصفحات كانت كاتبه، زي ما قلت لك جماهير الاهلي لما بتلاقيكي في اي مكان بتصارع اللي هي تبعت لك رساله، وربنا يديم المحبه ما بيننا كلنا. عشان كده جمهور النادي الاهلي عمره ما هينسى محمد عبد الوهاب، وكمان بيتعامل معاكي اللي انت امنا كلنا. طبعا يا كابتن طبعا، انا بيصبرني وجودكم حواليا وما بتنسانيش وما بتنساش محمد، هو ده اللي بيصبرني. طيب انا مجهز لك حاجه بسيطه دلوقتي، يعني الواحد انا بتعامل واحيانا ببقى مكسوف وخجول من حضرتك، لان انا اعلم مدى اللي حضرتك كنت فيه، والنهارده بقوتك وعزيمتك بتشرف اللي بتبقي موجوده معايا في القناه، وبنتكلم مع بعض احيانا، بنتكلم بره في التليفون في بعض الامور، لكن انا ببقى سعيد لما تبقي موجوده هنا عشان الاهلاويه كلهم يشوفوكي وانتي بتتكلمي وبتحكي.